سمك وكل اسبوع الحقيقه عندها كتير. خش على ابو بلاش يا استاذ، اللي صلى على النبي يكسب يا جدعان. يا جماعه لو عايز كده السمك يا حاج محمد، اللي صلى على النبي يكسب، اللي صلى على النبي يكسب. زي ما انت عايز. كام يبدا من كام؟ من 10 جنيه. ورينا كده ام 10 جنيه يا معلم. هناك ايه؟ اول فوز. السحالب بكام؟ السحالب بكام؟ 600. خش على الممنوعات يا صاحبي، اللي صلى على النبي يكسب، اللي صلى على النبي يكسب. زي ما حضراتكم شايفين ان احنا الان يعني ما بتحضلهاش هو دي كينج فيش ملكة استثمارات الزينة هنا في مصر. يلا اللي صلى على النبي يكسب، اللي صلى على النبي يكسب. كل انواع سمك الزينة قلتوا لي حاجة أخيرة كده يا معلمة قبل ما نختم، يعني لجمهورك والناس اللي شايفاك كده، الناس دايما بتحب تسمع، بتحب تسمع مني. اقول لهم الله يبارك لكم، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه الناس بتراس السنه اللي جاي. بص طيبه. كل سنه والناس طيبه. واحنا طيبين. كل ده مش دعوه. سمكه دي غريبه قوي على الزرق دي. اسال صح؟ سمكه ليه؟ ايوه طبعا. اسمها ايه دي يا حبيبي؟ رقم نشكرك جدا جدا.